السلام عليكم ورحمة الله، أخوكم محمد علاء من قناتي سمارت ستور. الفيديو النهاردة بخصوص فتح باب التطوع في الشرطة القطرية ببداية راتب 4200 ريال، وده راتب كويس قوي لحد لسه بادئ حياته. والكويس إن باب التطوع فاتح لكل الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية. باب التقديم فاتح بقاله 15 يوم ولسه مفتوح لانهم طالبين اعداد كبيره، بنسبه كبيره اكيد طالبين المتطوعين دول عشان خاطر تامينات كاس العالم. طيب ايه الكويس او ايه الميزه، او انا مثلا بره قطر مش موجود في قطر اصلا هقدم ازاي؟ بسبب تصريح الدخول الاستثنائي في ناس معرفتش تدخل قطر. دلوقتي لو ليك اي حد قريبك في قطر بيجيبك زياره عائليه، طبعا معروف ان من 2017 مفيش تاشيرات لمصريين، بمجرد ما حد هنا يقدم لك على زياره عائليه ويطلع لك رقم الموافقه بتقدم برقم الموافقه في الشغل. يعني معنى كده التقديم المقيم هنا في قطر وقريبهم من الدرجه الاولى، بمجرد ما يقدم لهم زياره ويطلع لهم رقم الموافقه يقدر يقدم اوراقهم كمتطوعين في الشرطه. لو انت مش محتاج الشغل او لو حد قريبك مش محتاج الشغل، شوف ممكن يكون واحد صاحبك، واحد معرفتك، اي حد محتاج شغل ابعت له الفيديو ده وخليه يشوفه. 4200 ريال مش احسن راتب، بس الحد لسه عازب، حد لسه بيبدا حياته، بالنسبه له الراتب ده هيبقى كويس قوي. وبالتوفيق للجميع، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واشوفكم على خير الفيديو الجاي في رعايه وحفظ الله.